حبيباتي احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله، والامور على ما يرام. اليوم باذن الله واحد الفيديو عندي عراضه جايه عندي الاخت فايده. بالنسبه للاخوات الجداد، الاخت فايده متتبعه وفيه للقناه، وما شاء الله انا ويا العلاقه ديالنا مشات بعيد. حنا خواتات عند الله وكلكم خواتاتي. وبالنسبه للاخوات اللي معنا قدام في القناه راكم عارفين فايده. المهم عارضه هي والزوج ديالها وبنيتها، غادي يفطروا معايا انا والزوج ديالي والوالده واخي خويا الصغير. فالمهم قررت باش ندير لها واحد المائده، يعني نتمنى تعجبها، وقلت لي مالا نتقاسمها معكم حتى نتوما تاخذوا افكار. المهم مائده غتكون بحريه كما كتشوفوا، الطبق الرئيسي اللي غيكون فيها هو السمك. غادي نبدا معكم مرحله بمرحله، كاينين شي حويجات البنات ما غاديش نوريهم لكم لان عندي في القناه، ولكن غادي نوريكم الحشوات وداكشي اللي مهم. المهم نبتدي على بركه الله. هنا عندي السمك، عندي السمك مخلط، هذا الباجو عندي لتحت، هذا كما كتشوفوا عندي روجي. مهم عندي السمك غادي نشرملو باش نخلي حيت ما غنقليه حتى العشيه. هنا خديت شويه ديال القزبر والمعدنوس، وخديت واحد ربعه ديال الفصوص ديال الثوم كبار البنات، حكيتهم. وهنا كما كتشوفوا عندي واحد الليمونه كبيره، غادي ناخذ العصير ديالها غنعصرها، وغادي نديروا ان شاء الله التوابل مع بعض. صافي كما كتشوفوا عصرت هذيك الليمونه ما شاء الله فيها الماء، ها هي. ما غاديش نرمي هادو باش كينسالي التشرميل ديال الحوت، نحك بهم يديا. هنا غنبداو نديروا التوابل مع بعض بسم الله. هنا غادي نديروا القزبر مطحون، الحوت كيبغي القزبر مطحون، قزبر حبوب لا كوريوند البنات. وغادي ندير شويه ديال الكركم، وغادي ندير شويه ديال الشاونيه اولا هي البيمون ديسبوليت مطحونه، ها هي. ندير الفلفل الاسود، شويه ديال الزنجبيل، واحد المعلقه هكاك تقريبا، والكمون، والفلفل الاحمر، والملح كيبقى حسب الذوق. مهم ما نملحوش بزاف لان كتعرفوا الحوت اصلا كيكون مالح. انا غنكتفي بهذا القدر، هذا نحيد هذا الحامض من هنا صافي. وغنخلط هذا الماريناد بيد ديال البنات. الا لاحظتوا ما درتش الزيت، من الاحسن ما ديروش الزيت باش هذيك التوابل تدخل مزيان في السمك ديالنا. هانتوما راه كنتحصلوا على واحد الشرموله ريحتها يا سلام، فايده راه ما بقى ليها والو تجي ان شاء الله. المهم هنا الحوت في العاده كنشدوه كنفلحوه هكا بهذه الطريقه، انا ما بغيتش نفلحو، غنشدو لي كيردون هكا ونتقبوه هكا بعد التقيبات باش تدخل ليه لاصوص، احسن ما نديرو دوك نفلحوهم. المهم هذا كيبقى اقتراح ولكم واسع النظر. ها نتوما هذا بحال هكا بهذه الطريقه هذه صافي. غادي نستمر غنوريكم بالنسبه للبنيات المبتدئات، وغادي نكمل انايا بسم الله. كما كتشوفوا الحوته منظفه، كنجيب شويه ديال هاد الشرموله اولا لا ماريناد، كندوز وكندير هكا بهذه الطريقه هذه. وغنجيب واحد الصحن، غنجيب واحد الصحن البنات هكا باش اللي شرملتها نديرها في الصحن هذا، وغنستمر على نفس الطريقه نفس المنوال حتى نكمل السمك ديالي كامل. ما تنساوش هنا ضروري البنات الوسط ديروا باش يجي بنين صافي. كما كتشوفوا من بعد ما شمرتو
البنات اختكم ضيخه ما تديوش عليا. من بعد ما شرملتو كامل عاود رجعتو في هاد البسينه هادي، كتشوفوا درت كميه شويه وفيره، ومازال كذلك غندير لي كروفيت سوتي، مي غادي نخليهم حتى يقرب الفطور البنات، عاد غادي نتقاسم معكم الطريقه ديالي. المهم دابا غادي نجيب بابي سولفيريزي ضروري غنغطي هاد البسينه هادي. هو الحوت راكم عارفين قد ما بقى قد ما تدخل لي ديك الشرمله وتيجي لذيذ بزاف هكا. صافي البنات هذا غادي ندخلو دابا للثلاجه، اولا الا كان عندكم الحال بارد يمكن لكم تخليوه غير برا. وغادي ندوزو ان شاء الله، بغيت ندير واحد لي زومبرغور، عندي الخبز تاع الامبرغور في القناه، عجناه خبز الهمبرغر راه كاين في القناه، غير انا درتهم دي مينيا البنات، انا غادي نوريهم لكم كي نبغي نعمرهم. غادي نوجد لهم الحشوه ديالهم ونتلاقاو مع بعض. هنا كما كتشوفوا عندي واحد القدر ديال الكفته تقريبا 500 غرام او 600 غرام ديال الكفته، درت فيها شويه ديال القزبر والمعدنوس، غادي ندير فيها شويه ديال الثوم بودره، هذا الثوم البنات تاع ليدل كنشريه وكنعاود نطحنو شويه باش ما كيبقاش ليا غليظ بزاف. المهم هكا واحد المعلقه صغيره غير مملوءه، انا راه فريمون الملعقه صغيره بزاف هانتوما. المهم داكشي كيبقى على حسب الطوق، انا كنقول لكم رايي ولكم واسع النظر. غادي ندير فيها شويه ديال الفلفله الحمراء تحميره حلوه، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الزنجبيل، هذه حتى هي غادي نوجدها البنات ونخليها تشرب ليا في لا مارينات ديالها باش تجيني شويه لذيذه، وشويه ديال الفلفل الاسود كيبقى على حسب الذوق، وشويه ديال الكركم هذا اختياري غير انا اللي بغيت شفتو، راني درت ما كاملاش البنات الراس تاع المغرفه صغيره ما كاملاش ديال الكركم والملح كيبقى حسب الذوق. انا غنكتفي بهذا القدر هذا، وغادي ندير الزيت والمايزينا، نرجع لكم نجيب المايزينا. صافي البنات هيا جبت المايزينا، غادي ندير واحد الملعقه صغيره، علاش؟ حيت كتخلي لينا هاد الكفته رطبه. ها هي البنات المايزينا او النشا، اللي ما عندوش يمكن ليه يعوضها بالدقيق الابيض اللي هو فورس. هانتوما ملعقه صغيره، وغادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، من الاحسن اللي بغى يدير زيت المائده يديرو، لا كنديرو حساب غير واحد الملعقه هكا. صافي باش كنخلطوا هادشي مزيان، خاص ضروري البنات هاد الكفته ما تخلط، بلاتي غندور لكم الكاميرا شويه، ضروري هاد الكفته البنات ما تخلط مزيان هكا باش تشرب ليا دوك التوابل، لان عارفين لي زومبورغور البنات راه حتى الاخر لحظه عاد كنديروهم باش كيبقاو لينا سخيخين. المهم هذه طريقه زوينه كنشرملو بها الكفته. خلطت مزيان، انا درتها في هاد البواطه باش تبقى عندي عمليه، غادي نسد عليها وغادي نبداو نوجدوا مع بعض واحد الحشوه ديال ميني بطبوط. ميني بطبوط راه كاين في القناه غادي تلقاو. المهم بغا نديرو بالدجاج، صدر تاع الدجاج وبالفرماج. المهم غنشوف شنو غندير فيه، ما غاديش نتقاسم معكم بطبيعه الحال البطبوط لان كاين في القناه، ولكن باذن الله غادي ندير معكم الحشوه. دابا قطعت هنايا الدجاج مكعبات صغيره كما كتشوفوا، صدر الدجاج غنبداو نديرو ليه في واحد لا ماريناد البنات، كتجي لذيذه 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 بزاف. غادي ناخذ لا موطارد ضروري، غناخذ واحد الملعقه صغيره صافي، وغادي نديرو ليه الكركم ضروري من الكركم، وشويه ديال القزبر مطحون، والفلفل الاسود شويه، والزنجبيل سكينجبير صافي، الملح كيبقى حسب الذوق، ما تنساوش بان لا موطارد مالح، ومازال غادي نديرو
الجبن في الحشوه غتكون مالحه، كيبقى حسب الذوق. وغادي ندير لهم شويه ديال الاعشاب المنسمه البنات، كيجي روعه. ايرب دو بروفونس هذا فيه كلشي البنات، فيه الزعتر فيه كلشي. بغيت نقرا لكم ولكن رومارين، بازيليك، الزعتر، اوريغون، فيه كلشي. هذا غندير منه واحد شويه، قياس واحد الملعقه صغيره هكاك صافي، وشويه ديال زيت الزيتون. ما درتش الثومه بودره، ضروري خصني ندير شويه، عفوا نص مغرفه الثوم، كيبنن بزاف الدجاج. جربوا هاد الحشوات اللي وريتكم البنات، وردوا عليا في التعاليق، راه كيجيو فنين البنات. غادي نديرو شويه ديال زيت الزيتون، هنا راه يديا كلهم عامرين بالخرقوم. المهم خليوه على الله وصافي، الحمد لله صافي. قيس واحد الملعقه كبيره، وغادي نجيب شويه ديال العصير، عصير الليمون. هذا شريت هذا من ليدل، كنشري اوكا ولا ما بقاش عندي الاخر، غندير حساب واحد نصف ملعقه الليمون. راكم عارفين هو ولا موطارد كيخليو الدجاج تاعنا يجي فتي. كذلك اللي بغى يزيد واحد الملعقه ديال ياغورت طبيعي، انا ما تنبغيش فهاد، بعض المرات كنديرو بعض المرات ما كنديروش. هاد المره بغيت نكتفي به غير هكا، غير هكا منسم بالاعشاب وشويه لا موطارد هكا صافي. وغادي نسد عليه ان شاء الله حتى نجي نطيبو، نشوف اشنو غادي نزيد معاه، واش غادي نطيبو بالزيتون، واش غندير معاه البصله. المهم بصراحه انا باقا ما مقراش، انا دابا اصلا درت غير الحشوات هكا باش يلاه يوجدوا، وغندوز ان شاء الله نشوفو تاني شنو غادي نديرو مع بعض. المهم البنات، من بعد ما درت الشرموله او التتبيله تاع الكفته تاع الحوت تاع الدجاج، هنا كما كتشوفوا دايره الحريره ديالي كطيب عادي، عندي ديجا في القناه غتلقاوها في القناه. هنا درت البطاطا درت مع شويه ديال الملح، ودرتها تغلى باش باغا ندير شويه ديال المعقوده. درت واحد الكيكه في الفرن، المهم راه غادي نخرج لكم فيديو بوحده باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وهنا وجدت باش ندير عصير ديال المونغ وعصير ديال الفراوله، غادي تشوفوا معايا. الكواليس لا يصلح لاصحاب القلوب الضعيفه. هنا البنات بيتزا رولي موجوده، جبتها من المجمد، هذه ما عنديش في القناه، الا بغيتوها نزلها لكم على الراس والعين. هنا وجدت الخبز تاع الامبرغر او الهمبرغر كما قلت لكم، راه كاين في القناه غير انا درتو كبير. هنايا جبت شويه تاع الكروفيت باغا نسوطيهم، غادي تشوفوا معايا. هنا البطبوط باش ندير لي ديك الحشوه تاع الدجاج باش يدي كونجلا. وهنا شويه ديال المسمن دارتو ليا الام ديالي جابتو ليا. وهنا درت الباناكوتا، ها هي كتبرد باقي ما دخلتش الثلاجه، راه عندي ديجا في القناه البنات، لا داعيه زعما للتكرار. المهم هادشي اللي كاين، غادي نبتدي وان شاء الله نشوفوا الطريقه ديال العصير. دابا غندوزو للعصير تاع الفراوله، خديت واحد الكميه تاع الفراوله، انا عزيز عليا الفريز، نكهو بنكهه زهره البرتقال. غادي ندير واحد الساشي، وبطبيعه الحال نقصوا السكر لان هذه كتكون حلوه البنات. كيجي لذيذ بهاد، ونديرو السكر. انا غندير واحد ثلاثة وغنكتفي. ندير الحليب، انا فضلت ندير جوج ديال العواصير، كاين اللي ما كيبغيش العصير بالحليب، فالاخر غادي نديرو بعصير البرتقال صافي كما كتشوفوا. وغادي نطحنوه عادي البنات، عادي جدا. كملت العصير تاع الفراوله، ها هو درته في هذا الكاس اللي غادي نقدم فيه. دابا المونغ غسلتها ونقيتها قشرتها وقطعتها هكا طريفات، غادي نديروا العصير ديال المونغ كذلك. انا من العواصر المفضله عندي البنات، هذا ديال المونغ كيحمقني. هنا على جبت جوج حيت هذه باقا فيها شويه، يمكن لكم الا بغيتوا تعصروا الليمون طري تعصروا، ولكن انا كنشري بيو، راه كنقولها وكنعاودها 100% من عصير الليمون صافي. غادي ندير هاد الشويه اللي بقى،
نتمنى هذا الفيديو ما يجيكمش طويل، ولكن كندير لكم غير الحاجه اللي خاص بنادم يستفد منها. بسم الله. ماما اجي قولي البنات السلام عليكم، قولي بناتك امكم مينار محيحه عليا في الكواليس. السلام عليكم بنياتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع شي رمضان، مع شي شقه بنيتي، مع شي تماره؟ فيه الشقيوات وفيه غسيل الماعن وفيه سبحان الله العظيم بنتي شحال بنادم تيخرج الماعن في رمضان، عايم شي تبارك الله ويمشي كلشي الماعنات يولي يخرج داكشي بالقياس وبالقانون والله العظيم. وفي الليله بنيتي الواحد كيفطر راه ما يغسل ويرجع، هذا ورمضان. يعطيكم بنيتي الصحه، الله يخرجوا علينا بالصحه والسلامه، الله يعطينا الصحه كاملين والله يرضى عليكم. امين الوالده، الله يعطيك صحيحتك. صافي كما كتشوفوا ماما كنتهضر، انا درت ربعه الملاعق تاع السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق صافي، وكنطحنوه مزيان حتى هو غادي نديرو في قريعه. صافي كما كتشوفوا البنات ها العواصر ديالي، هذا ديال الليمون والموند، وهذا ديال الفريز والحليب، غندخلهم يبردوا ونرجعوا نكملوا مع بعض. البنات دابا من بعد ما تسلقت البطاطا ديال المعقوده كما كتشوفوا راه باقي الدخان طالع، غادي دابا البنات معاك ما حده سخونه. هنا وجدت باش غندير سلطه، عندي بيطراف، عندي كونكوم، عندي كاروت، غنديرو غابي المايس، غادي نزيد، المهم السلطه كل واحد كيتفنن كما بغى. دابا غادي ندوز معاكم ان شاء الله المعقوده، اللي ما عندوش هاد الاله يمكن ليه غير بلا فورشيت، مي طونكو راهي حدها سخونه باش تجيكم سهله، اولا كاين اللي كيطحنها فديك الطحانه اليدويه كتجي تاني رائعه. حنا كنقلبوا على السهله، هذه المعقوده ضروري نخلطوها باش نخليوها تشرب لنا التوابل ديالها. هنا من بعد ما معكتها البنات كتشوفوا جبت الجبن المبشور او فخوماج غابي من المجمد، درته مباشره، وكذلك المعدنوس. انا هنا بصراحه بكل امانه عندي القزبر والمعدنوس، ولكن هي كدارفه غير المعدنوس، انا ما سام ديغونش با البنات، انا كيعجبني هذاك لوكو مخلط. غادي ندير بيضه، الملح والجبن مالح، وانا سلقت البطاطا بالملح، يعني غندير غير واحد كميه صغيره صافي غنكتفي. والتوابل ها نتوما غتشوفوهم معايا دابا مباشره، غادي ندير الثوم المجفف، اللي بغى يدير الثوم طري يسكرفج واحد واحد زوج دروس هكاك، انا غندير غير هاد المغرفه غير على لوغو. وغادي ندير ليها شويه ديال الكمون، هي كتبغي الكمون المعقوده، غندير لها الكمون، وغندير ليها شويه ديال السكينجبير والخرقوم، خرقوم البلد ديال البنات من الاحسن، كاين اللي كيدير لها داك الملون اصطناعي، ولكن انا كنبغي ندير لها هكا الخرقوم البلدي، هذا تبارك الله راه كيطلق. غنخلطها دابا غتشوفوا يديها كيفاش دايره. صافي هذه هي المكونات اللي فيها كامله، ولاستوس اللي عطاتو ليا ليندوش صاحبتي الله يطول ليها العمر. ملي كتخلطوا كتخلطوها شويه بالماء دافي باش كتجي طريه، يقدر هاد لي زاستوس غيكونوا عارفينو الاخوات الجزائريات اللي كنوجه لكم تحيه من هذا المنبر، وتحيه لجميع العرب كاملين البنات بدون استثناء، باش حتى وحده ما تقلق عليا. صافي هنا كتبداو تخلطوا، بسم الله. ما درتش الفلفل الاسود البنات، نسيتو، غادي ندير شويه فلفل اسود، هذا راه رمضان البنات الله غالب. المهم هانتوما كيبقى على حسب الذوق. صافي وغنخلط هادشي مزيان حتى يتجانسوا ليا المكونات. هنا راه ما غاديش نضيف لها بزاف الماء، لان هي شوفوا راها جاريه، ولكن ملي كنخليوها راه عارفين البطاطا كتعقد كتشد راسها شويه. فالمهم انا خلطت ما كاين محسن من اليدين، وكل واحد يدير الطريقه اللي كتريحو. هذه هي المعقوده ديالي، هذه تبارك الله راه غتعطيني كميه كثيره، انا دايره على حساب الضياف حيت جايين عندي اليوم الضياف، راكم عارفين نتوما يقلوا الكميه او زيدوها. صافي هنا كما كتشوفوا الماء الدافئ، غادي ندير قيس واحد الملعقه صافي فقط باش كتعطي هذيك الطراوه، هذا سر من اسرار عطاتو ليا ليندا وجربتها فعلا وخرجت زوينه البنات. صافي
غادي نخلطها مزيان، غادي نغطيها ببابي سيلفيغيزي وندخلها للثلاجه، ماشي المجمد، غير الثلاجه الفوق باش تشد راسها مزيان. وغنوجد السلطه كما كتشوفوا، السلطه راه كلشي كيعرف، ولكن ان شاء الله ملي غادي نزينها في الطبسيل غنوريكم تزيين باش تاخذوا افكار الى جاو عندكم الضياف. صافي البنات، من بعد ما كملت المعقوده خليت السلطه بلاتي، دابا غادي نوجد الحشوه تاع البطبوط بهذا البولي، هذا صدر الدجاج اللي وجدته معكم الصباح كما كتشوفوا، غير حليت واحد الريحه طالعه يا سلام. هنا كما كتشوفوا خديت غير واحد جوج بصيلات صغار، قطعتهم هكا البنات، تعمدت علاش؟ باش تبقى لي البصله باينه. غادي ندير ليها شويه ديال زيت الزيتون صافي، وغادي نخليها حتى كتهبط، حتى تهبط، وغنزيد عليها داك الدجاج ونعمر البطبوط، وغادي نزيد فيه هاد الفرماج هذا، ولكن غنقسم كل وحده على ربعه حيت عندي انا البطبوط هنا صغير كما كتشوفوا، غنقسم كل وحده على ربعه اولا على جوج، المهم انا غنوريكم وحده كيفاش غادي نعمروا باذن الله. صافي البنات كما كتشوفوا، دابا وجدت السلطه، انا غادي نوريكم الشكل ديالها، المهم مزيان كيبقى اختياري هكا، انا قدمتها بهذه الطريقه هذه، وكل واحد يدير على حسب المتناول ديالو. ها هي وجدتها، وجدت جوج طبيصلات. من بعد البنات درت البيض كيتسلق، ها هو، ما كنضيعش الوقت ملي كيكون عندنا العراضه، خصنا ضروري نورغانيزيو راسنا باش نعرفوا واش كنديروا. هنا غادي نحل هذا البطبوط، بديت كنحل فيه باش نعمرو، ها انتم كما كتشوفوا. غادي نجيب هذا الجبن هذا هنا، غادي نقسمو على ربعه اولا على زوج، كل واحد يدير اللي بغى. انا غادي ندير هكا مربع، نديرو هو الاول، والحشوه هي باش ما نطولش عليكم، بغيت نغتنم الفرصه البنات، ما حد الام ديالي راه كتصلي ما كايناش حدايا، اليوم غندير فيها مقلب هي وفايده. بالنسبه للاخوات اللي معايا في القناه راه عارفين شكون فايده، وعارفين ماما امكم من الحنينه. بالنسبه للاخوات جداد، ماما هي الام ديالي، والاخت فايده هي الكوافوره، صديقه عزيزه اخت، فغندير فيهم مقلب منين غتجي ان شاء الله هي وبنتها بمساعده بنتها سحر. عيطت ليندا صديقتي، قلت لها غتعيط ليا في التليفون وغتقولي ليا راكي مثلا كاعيه مع الزوج ديالك اولا، منين قرب الفطور راكي خارجه للزنقه، وانا بروبوزيت لك باش تجي عندي للدار زعما تفطري معانا، قلتي لي لا ما عنديش الخاطر. مهم خديت الاذن من عند ليندا، ليندا عطاتني الفيفيغ، ان شاء الله غنشوفوا رده الفعل ديالهم ملي غنقول لهم انا راه خصني نمشي، ما نقدرش نخلي ليندا صاحبتي بوحدها في الزنقه كدور، ما بغاتش تجي تفطر، عندها مشاكل. فالدار داركم، مرحبا بكم، وها انتم معايا، بغيت نشدهم في الكاميرا الخفيه. المهم الطبيطات كيجيو على هذا الشكل هذا صافي. من بعد ملي كنكون مثلا الفران ديالي فيه شي حاجه كنطفي عليه، كيكون باقي سخون كندخلهم هكاك في الطبيسيل كيسخنوا. هذا هو الشكل ديالهم، وغنوريكم الشكل كيفاش غنصاوب لومبورغر ان شاء الله. ان شاء الله غنتاقلو نوجدو لي زومبورغر ديالنا مع بعض. كما كتشوفوا الكفته اللي شرمناها في الصباح ها هي البنات، هنا درت واحد المقله، درت فيها شويه ديال الزبده سائله، اللي ما بغاش الزبده يمكن ليه يدير الزيت، زيت الزيتون او زيت المائده، كتاخذوا واحد الكميه. وكناخد اون بورت بياس هذا، مهم يمكن لكم ديروا بيديكم الا بغيتوا، انا كنشوف بان هذا اسهل ليا. هنا لومبورغر ديالي ها هو البنات، حليته خديت به العبار كما كتشوفوا تقريبا، فغادي نجي ونقطع باش نوريكم غير الطريقه، وانا من بعد غادي نكمل على راحتي. هنا البنات خديت الكفته شويه ايبي باش كيطيب، كتعرفوا الحجم ديالها كيتقلص، وموالاكل الانسان يلقى ما ياكل. فالمهم غادي نكملهم كلهم بهذه الطريقه، نديرهم يتقلاو. هنايا وجدت طماطم قطعتها هكا، والخص ديالي غسلته كذلك وحطيته، وهنا هذا الجبن ديال لومبورغور، هادشي اللي غنحتاجو. المهم انا غادي نقطعهم كاملين ونقليهم ونرجع لكم. من بعد ما قليت الكفته غادي ندير معكم غير وحيده، غادي تاخذوا شويه ديال سالاد فيغ، تقطعوا بطبيعه الحال على حسب الحجم اللي بغيتو، انا غنديرها بهذه الطريقه هذه، غديروا فوق منها فيونداشي. المهم البنات بالنسبه اللي بغى يدير لاصوص يدير، انا ما عرفتش فايده واش كيبغيو لي صوص ولا ما كيبغيوهمش، لهذا ما غاديش ندير، غادي ندير قبل منها طوماط هي الاولى، ونحط هذه، وغادي ندير هذا الجبن، هذا الجبن هذا الا بانت لكم كبيره يمكن لكم تقطعوا منها،
انا غادي نقص منها شويه حيت بان ليا كبيره، غنديرها بهذه الطريقه هذه صافي. وغادي ندخلهم كما قلت لكم غيكون الفرن سخون، ملي نطفيه ندخلهم غير قسم يدوب ليا الفرماج، لان كلشي طايب فيهم غير الجبن اللي خصو يدوب صافي. وغادي نزينهم، المهم غادي تشوفوا معايا في الطبق النهائي ان شاء الله، غادي ندير لهم واحد البيك وغادي نزينهم. المهم البنات انا غنهضر غير بشويه، جيت للكوزينه انا وصحار بنت فايده، الشريبيل تاع فايده ها هو. المهم دابا فهمت صحار المقلب، يلا عيطت لي ليندا صاحبتي، ماما قالت لي معاك كتهضري، قلت لها بلاتي غنجي نفهمك راه كتهضر هي وفايده في الصالون. دابا غادي نداو لهم المقلب انا وصحار، تفاهمت معاها غادي تخبي لي التليفون في الصالون، انا غنلهيهم بالهضره وغادي نقول لهم هذاك المقلب اللي بغيت ندير فيهم ديال ليندا بان عندها شي مشكل في الدار وخارجه، وهانتوما غتشوفوا لا رياكسيون ديالهم ونضحكوا مع بعض. سلمي على البنات. السلام عليكم البنات، رمضان كريم، رمضان مبارك كريم، راه صح وراه كتحشم. المهم هانتوما معنا صحار غتمشي تخبي التليفون وطوني ندير. ماما عيطت لي ليندا. هي ماما مسكينه كتبكي مع مضاربه في الدار. وي اما تيلمو كتبكي ما قدرش نعرف واش مضاربه مع راجلها ولا مع شي واحد في ولادها، كتبكي قلت لها ودي بدلي ساعه اخرى جي تفطري معانا. مسكينه عواشر هادي. هو هي ما فهمتش معلكة، قلت لها جي تفطري معانا وبدلي شويه الجو. هي قالت لك لا ما نجيش، قلت لها راه كاينه فايده وراجلها وبنتها وماما وسفيان خويا، فطروا وبدلي ساعه اخرى ملي تكون فايده طالعه بالطوموبيليه وراجلها راه يحطوا حدا الدار ولا حدا لاكار ويمشي. وقالت لك لا انا ما بغيتش نجيكم باكيه، انا موالفه كنضحك، انا موالفه كدا، انا موالفه كدا، وكتبكي. قالت فيا قلت لها فينك دابا، قالت لي انا راه غادا بحال غادا لدغافاي على رجليا. ويلي هو بقات فيا، المهم ما عرفت ما ندير لها، قلت لها اجي ما بغاش تجي. انا نمشي نجيب انا السي محمد. ما بغاتش، قالت لي قلت لها ونجي انا وكمال ولا تجي فايده وراجلها واه كتعرفك. قالت لي لا والله ما نديرونجي واحد. قلت لها دابا، قالت لي قلبي عمر عيطت لك اختي ما لقيت كي ندير. دابا المهم انا كنفكر غنمشي عندها ما بغاش نخليها بوحدها في الزنقه. ما بغاتش تجي. واش مشيتي ديري ليه؟ هو نمشي بعدا عنها ديها، ياك ما ترجع لدارها ولا لا بغات تجي هنايا تجي مرحبا بها، ولكن شوفي دابا بقات ساعه وربع الفطور فايده. دونك اللي غنمشي عندها في التران راه اكيد غنفطروا في الزنقه. وخلينا انا نفطروا بحدنا. وما ما ديرهاش مني قلت الصوبه، الطابله موجوده وكلشي موجود. انا نجي راه جيت عندك انت وميمينه. وها هي ميمينه بحالك بحال بحال. ما تمشيش وتخليني. وي واش شوفي فايده ماشي ما نخليهاش. انا راه ما كرهتش، انا جيت نهضر معاكم باش نقول لكم اشنو كاين، ما نقدرش نخلي هذيك المخلوقه هي في الزنقه. ولكن عيطوا عليها وتجي. ما بغاتش تجي فايده، انا نجي تفطر. لا انا غنمشي مهمتي. المهم انا غادي نمشي وانت ما راكمش تمشي. تا هو انا غادي نمشي يا بنيتي. انا نصحت انت حنان والله ما كتحشمي. ولا وانت انا ما كنحشمش نروح نجي وعندي التليفون نمشي انا نشوف ليندا. ليندا تشد الدرن وتمشي لعندنا. ما بغاتش تجي قالت لك ما نديرونجيكمش. واختي انا يا فايده والله ما تمشي يا حنان، انت والله ما كتحشمي بالله. ماما عطاتي لي الدم عرفتي عندي طونسيون. وعذروني. ولا ما كاينش عذروني، هذه ما فيهاش العذوره، هذه راه فيها الحشومه. اه ويلي الحشومه. اي نجيو عندي الدرن نخليهم ونمشي. وفايدة ماشي ضايفة، فايدة راه مولات بلا. اول مرة جات لدارك، مشيت اول مرة جاية لدارك. ايوا لا اله الا الله. لا والله ما كتمشيش بيا فايدة اختي. وين علاش الشيطان؟ ما تمشيها فايدة طلعة. والله ما تمشيها. اه كاميرا كاشتة. راه الكاميرا فين ديروا بيديكم. البنات اللي في الجروب بغيتو الكاميرا كاشي فيكم فايده سيرتو بغوني فيا انا. اه بغيتي فايده ليكم. هما مينا كنت غندير لها واحد السيناريو اخر، خافوا عليها قال لك عندها الطونسيون. لا وي مسكينه جات متفاعله عليها الدرك. ياك مسكينه. سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي. بطبيعه الحال خديت الاذن تاع ليندا، نتمنى هذا المقلب يعجبكم ونتلاقاو في الطاوله النهائيه ان شاء الله. البنات حتى قلت لكم نتلاقاو الطاولة النهائية من بعد مثلنا كاميرا كاشي المكمينة الحنينة وفيدة.
دابا صافي ما بقى والو، الفطور بقى تقريبا ساعة. نسيت باش نوريكم الطريقة باش كنصوطي لي كروفيت والطريقة اللي غادي ندير بها المعقودة. المهم أول حاجة غنبداو لي كروفيت. كما كتشوفوا أنا كنخدم بالزبدة السائلة، إلا كانت متوفرة عندي غدير واحد الكمية مهمة. صافي، وغادي ندير شويه ديال الثومه بودره هاي اللي بغات تحل القرعه. صحار مسكينه جايبه ليا العوايج قره. صحار حدايا بنت فدوده ياك السحوره، كتنقلي كتنقلي ولا بحال داكشي؟ لا ما شاء الله عليك تاتي، غادي ندير معاها فيديوهات ان شاء الله كي يكون عندها الوقت. مع دابا الباك دعيو ليها الله يسهل عليها وجميع البنيات. الباك لا ريسون ان شاء الله. لا ماشي الباك، ولي راني مرمدنا لا فاك لا فاك لي زيكزام كلشي زوين. وندير شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملح ماشي بزاف. فايده اش بغيتي خويتي؟ بغيت نشوفك. توحشتوني كاع ماما اختي. انا على هذا الملح اللي غنقلع معاها اليوم، راه فايده حاضره لي الكواليس في الدار اول مره. الملح ما نكثروش حيت الكروفيت مالح. صافي، وغادي ندير شويه ديال المعدنوس. انا للامانه ما عنديش المعدنوس بوحدو، غندير القزبر والمعدنوس. الا بغيتي الوالده، المشكله كاينه الوالده، كاينه صحر، كاينه فايده. لا كل فرح نهار كبير هذا. هو اللي مجاب داليا الكرافس راه رجعت الوالده. ماما جبدت لي الكرافس مسكينه. شكرا ماما. انتم لا عندكم غير المعدنوس، ديروا المعدنوس من الاحسن. ولكن اعطيني موسى صحات سي توبلي. غدير واحد شويه ديال المعدنوس صافي، وغتخليو هاد الثومه تتقلى شويه مع هاد التوابل اللي درت. وهنا ها هما لي كروفيت، ماما منوضه الحيحه في الكوزينه. ها هما لي كروفيت البنات شللتهم، غادي نرميهم مباشره باذن الله. صافي هنا تقلت لي الزبده مع الثومه ودوك التوابل اللي درت، غنزل مباشره. طريقه سهله وكيجيو لذاد. تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الماء باش يطيبوا فيهم وتسدوا عليهم. انا عندي القفاله كما كتشوفوا، وخليهم يطيبوا على نار هادئه. غادي نزيد شويه ديال الماء. صحر ما عاونتينيش اصاحبتي، ما عاونتنيش صحر كضحكي. ها نتوما البنات شو شحال ديال الماء باش يطيبوا. صافي الله يجعل البركه، تخليهم على نار هادئه. غندوز نوريكم كيفاش كندير المعقوده وعاد نتلاقى معكم في الطاوله. والله غنبداو الطريقه ديال المعقوده. كما كتشوفوا هنا درت الزيت كيسخن، غادي نهزوا واحد الكميه تاع البطاطا هكا. يمكن بناء يعني الانسان ولا اي واحد بغى يحشيها يمكن لكم ديروا هنا الحشوه وعاد تقفلوا عليها. انا بغيتها عاديه بما انني درت فيها الجبن. الحجم كبير ولا صغير نتوما اللي كتحكموا فيه. اول حاجه تدوزوها في البطاطا، في البطاطا ناري باينه بين رمضان، كدوزوها في لافارين هي الاولى في الطحين، وتحاولوا تسوسوها هكا بهذه الطريقه هذه، وديروها في البيض هكا. نعاود معكم وحيده اخرى بالنسبه للبنيات المبتدئات بطبيعه الحال. تدوروها هكا بهذه الطريقه هذه، ودوزوها في الفرينه، وتعاودوا ديروها في البيض. ومباشره من هذا البيض هذا كتحطوها في الزيت كتقلى، تحاولوا تصفيوا هذا البيض هذا. صافي حتى كتحمر على واحد الجهه وكتقلبوها للجهه الثانيه. بهذا غيبقى لي غير الحوت نقليه ونوريكم المائده النهائيه. حبيباتي احبائي، هذا هو شكل الطاوله النهائي كما كتشوفوا. غادي نقدم لكم طبق بطبق باذن الله. هادو لي زومبورغر زينتهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، ميني. هنا البيض سلقته عادي، هنا شويه تاع التمر المعقوده
سلطة، هذا الكروفيت سوتي اللي درنا مع بعض، هذا المسمن دارته ماما جابته ليا، شباكية البغرير كذلك دارته ماما جابته، هذه الحريرة ديالنا، هذه بيتزا غولي هي اللي ما عنديش في القناة، الا بغيتوها تحت طلبكم نحطها لكم. البطبوط اللي عمرناه بالحشوة كيجي على هذا الشكل. هنا درت بلاطو تاع السمك مع سلاح الدمار، عارفين في الدودة وماما كياكلوا الحار. هذا بوشيار جابته فايدة، جابته ليا خفيف ما شاء الله كيلقطن. هاد ديزون بورغور هنايا، وهذا جابته فايدة كذلك، هذا الزعلوك. المهم دابا هي كتصلي. شنو باقي ما وريتكمش؟ الطاوله الاخرى هنا درنا بريري تاع اتاي، قهوه والحليب البنات. كوم ديسير درت الباناكوتا، ودرت هاد الكيكه تاع البرتقال، راه غادي تلقاوها في القناه. حطيت شويه ديال السلو وعصير الفراوله وعصير المونغ والليمون. هذه هي الطويبله ديالنا كما كتشوفوا، نتمنى تعجبكم، نتمنى تكونوا خديتوا افكار كذلك. يلا سمعوا البنات، راه كان مباشر غتقول لكم فايده البنات. صحه فطوركم، صحه فطوركم وصافي. تبلوكيت فيك الجوع، باش ترجع لهم في الجروب الاخوات اللي معنا. الاخوات اللي غنرجع لكم في الجروب الفطور كي داير، وجه زوين ولا لا؟ ماما قولي بسلامه لبنياتك. بنياتي بسلامه، تصبحوا على خير وبصحة فطوركم، والله يرضي عليكم كاملين. امين. يلا البنات، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من الدعم، لي لايك، الاشتراك في القناه ديالي، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي مازال ما نضمش الوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، ولما لا تبارطاجوا الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب. لعجبكم بطبيعه الحال فضلا وليس امرا كتشجيع لي القناه باش نعطيكم ما افضل وما احسن، وتشجعوني كذلك على صفحتي انستغرام غوسات نونو. غنضرب لكم موعد فيديو قادم باذن الله. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم باذن الله.